غيبان لكم الصداع، حنا دابا منزلنا الجديد غير رجع بكم شويه اللور. دابا شوفوا كيفاش مشينا وفين كنا وفين ولينا، عاد باش غادي نكمل معاكم. وكالعاده قبل ما تبداو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء الاسبانيين ديالكم باش نضموا العائله الجميله ديالنا. ايوا يا الفناكيش، نرجعنا لدار خالتي الاخرى. المهم ما ديروش على السطال اللي حدايا. خالتي فتيحه جابت البنات خالتي وخواتي، تجابت لهم طعير رجعت. نتوما راكم عارفين عيشوره الى اخره في راسكم. قسما بالله زدت باغا ندير لكم فيديو ديال عيشوره في الاخر، وانا نكتشف باللي عيشوره هاد الاثنين ماشي الاثنين اللي جاي. انا كنسحب لي الاثنين اللي جاي وكنت باغا ندير لكم فيديو ساعه ما كتبش. المهم صافي، هنا فرقت عليهم الطعير كلشي فرح. صافي، هنا عمرنا واحد الكويز لاتاي ودرنا كاسكروت. كاسكروت متواضع فيه كيكه، شفان، جل غرير، كرواسه، الفرماج، راكم كتشوفوا كلشي على عينيكم. ولكن واحد الكويزه اللي تيمشهيتكم فيه. صافي، من بعد خرجنا شدينا الطريق لعين السبع، حيت الدار كاينه في عين السبع، ومخرجنا حتى للمغرب. كما كتشوفوا راه كان صافي الظلام قرب يطيح، وعليها انا بديت لكم البديه في الدار، ما بديتش لكم في الطريق حيت كتكون الكاليته شويه طايحه وكان انا خاصني نضو. المهم بين ما وصلنا حنا كان صافي الظلام طاح، وغادي ندقى دقى 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 حيت كان الطريق عامر. نتوما راكم كتعرفوا الحد كيفاش كتكون الدنيا ومع الميش والتفرقيع. وهنا واخيرا وصلنا، كلشي واقف في الباب وفرحان ناشطين. صافي، من بعد ما دخلت اول حاجه كالعاده بانت لي مرايه خصني نتصور معاها. ايوا عاوتاني مرايه اخرى خصني نتصور معاها. المهم غنتبرع مرايات، هادي اهم حاجه. خارجه كنشوف راسي، داخله كنشوف راسي. ايوا هنا نهيله دخلت وبغات ترحب بكم، حلات لكم الباب باش تشوفوا معاها الدار كما انا شفتها اول مره. انتم كتشوفوها معايا، قسما بالله هادي اول مره غادي نشوفها عليها، فرحانه كما جالسين كتشوفوا. مع دخلت شدتني الطوخه وانا نعيط على مولا الدار. المهم هاد الدار هادي راه ماشي دارنا، هادي راه دار خالتي، ولكن راه دارنا حيت دار خالتي. صافي، هنا قلت لها اجي اختي اعتقيني، راه دخلت راه شدتني الطوخه. مع تبارك الله الدار كبيره، وهاد خالتي هادي راه عزيز عليا بزاف، يعني بيني وبينها واحد العلاقه مختلفه بزاف على اي علاقه اخرى. لا صغيره انت، صغيره بيني وبينك علاقه. دابا حنا تنديرو فوكالات، سمعوا سمعوا المغياره ديال خالتي الصغيره مسكينه. انا جايكم بالاحداث ديالها شايوقع لها. المهم هنا دخلنا البيت الاول، هذا البيت هذا بغا تخصصوا لنا ومالك. هذا البيت هذا صراحه كبير، يعني يصلح ليهم بجوجهم وكاع يصلح ليهم حتى بربعه. فريمون كبير، فيه اتساع. هنا عيطت على رجل خالتي حيت هو اللي مبلاني للدار. قلت له قول لي هذا الاسباس هذا شنو غادي دير فيه، حيتاش بلاصه كبيره. قلت له واش غدير سديدرات سميتو؟ قال لي لا غادي ندير صاله مونجي. دورني لهاد الجهه هذه، قال لي هنا غادي ندير مرايه. المهم كيحاول يشرح لي وصافي، مي ما تعرفوا الراي ديالو يتبدل. بانت لي هنا الطواليت حليتها، عرفتوا الطواليت فن، ولكن حمقوني بنات خالتي واخت ناري في ما مشيت تابعيني، ما خلاونيش نصور هاتو، ما في ما مشيت. هانتوما دابا غادي تلاحظوا في الفيديو انا غادا لهنا هما تابعيني، ولكن الطواليت فريمون غزاله. هادي هي الطواليت الاولى. وعاد باش دابا هنا دزنا للصاله، الصاله الكبيره. عرفتوا هاد الصاله هادي راه فيها ثلاثه ديال الصالات، لاسباس فيها كبير، عطى الله ما يدار فيها. وديجا راه باغي يقسمها، يعني ما يخليهاش بحال هكا مطلوقه، غادا تقسم. وفريمون واعره، هنا اللي بغى يجري عنده اتساع. نيت مع الدريات باقيين عندها صغار، عندهم اتساع فين يجريو. وهنا ملي كتحل الشرجم كتلقاه كيطلع على لاكور، هاد لاكور هذا كيطلع على الصاله وكيطلع على الكوزينه. المهم انا راني غنحلو منين غنمشي للكوزينه ونوريه لكم بوضوح اكثر. فريمون كبير، عطى الله ما يدار فيه حتى هويا. صافي، هنايا دزت لاكور الثاني، هذا هو لاكور الثاني. هنا راه كاينين ثلاثه ديال لاكورات، هذا هو الثاني مثلث الشكل ديالو. فريمون حتى هو زوين لحد الساعه، مازال كتفكر ما عارفه شنو غادي دير فيهم حيت فيهم اتساع. يعني اديريهم الدريات بغا دير فيه بحال قيطون. المهم راه مازال غادي ندير لكم قبل وبعد، منين تفرج الدار غندير لكم قبل وبعد. وهنايا دزت لكم البيت الثاني ديال الدريات، هذا ديال خديجه وايمان، حتى هو فريمون كبير. ناديه خليني شي بيت لينا حنايا، لا 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 كبيره صافي، راه غادي ندير لنا مزيات كبار صاحبي. صافي واحد لينا، تنتفرج دابا قلت لها واحد لينا، هي راه خالتي حدايا دابا. نوار صافي راه كبير البيت ديال نوار. المهم هما اصلا ما يقدروش يتفرجوا، بصح بصح هما راه كيقولوا بصح. المهم ماما بيتها راه كاين هنايا، راه دابا حنا تنقولوا لكم حيتاش مازال ما تفرشتش. وهنا دخلنا لاكويزين اللي كنت متحمسه ليها، عرفتوا الكوزينه واعره، حمقوني اللوان. انا كتعجبني الكوزينه اللي كتكون بالباج، عرفتوا واعره. نبقى نجي لهنا وندير لكم فيديوهات ديال الطبخ.
نمشي من دارنا دارنا فيها جلج ديال الكوزينه مارون وهنا كاين باش صافي مقبلت لكم واحد شويه نرجعوا للستونه ديال رمضان وهنا حليت لكم لاكور اللي كيطلع للصاله شوفوا لاكور شحال كبير واعر هذا لاكور قلت له شوفي غادي تخص لي شي لاكور نبقى ندير فيه غير الفيديوهات عرفتوا مع دابا الاضاءه كتكون زوينه ومع الضوء الطبيعي غنبان واعره صافي هنايا شعلت لي داكشي وراتني بلي راه كلشي زعما خدام الى اخره يعني راه الكوزينه فيها كلشي ناضي كناضي صافي من بعد وحنا نخرجوا مشينا للبيت ديال خالتي او البيت ديال خالتي عاوتاني حاله خاصه حمقني عرفتو كبير واعر عجبني بزاف 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 وفيه اتساع بيتها جا طويل ماشي جا عريض جا طويل مهم صافي هنا دخلت وريتكم الجهه الثانيه راه حيتاش بيت فيه حمام فيه حتى هو لاكور المهم هاد لاكور الثالث غير ديال خالتي ما كيشوفو حتى شي حد ما كيطلع على هادي على هادي هي اللي استفدت قلت لها شوفي هنا راه ديري شي بيت اخر والله يتعرجو واعر عند البيت حمقني بزاف وفيه اتساع عندي الكوزينه راه تسد عليا لا بابا فوطه نسد ليا حتى ما يعرفني واش كاينه ولا ما كاينه كاينين هاد الدريات والله انت زوينه انا بعدا انا والله حتى كندير الطواليت كاينه كلشي كلشي كاين ما عندكلاش كاينه الصابون والله الا كنا درتي كوزينه تما ناديه بصح ديريها المهم الحمام كبير الصابون في الليل غادي طيبني بحال اكس راكم شفتوا الحمام كبير هنا داير هاد البلاكار هذا باش تبقى تحط فيه الصبابط فريمون البيت حتى هو خطير صافي من بعد مع خرجنا قالت لي هاد لاسباس هذا اللي كاين هنا راه مصطفى باغي يدير فيه بيرو زوين لاسباس الصطوف عاد دير فيه بيرو والله تجيك يجيك واعر المهم راهم كاملين حدايا دابا تنتشاور معاهم وتنهضر صافي هنا خرجت عاود درت بكم واحد الجوله خفيفه ظريفه ديري بلاصه الصلاه ولكن راه عندك اتساع مازال بلاصه الصلاه لا لا مازال عندك فين ديري مازال صافي هنا ضربت بكم واحد الجوله اخرى باش تشوفوا الضرب وضوح مشيت لكم بلاصه بلاصه حيت عارفه راسي بلي نقدر نكون دوختكم المهم هذه الدار كامله واعره ديال بصح ما حليتش لكم لاكور ديال كل بلاصه حيت صافي كنست دينا داكشي وديجا تبارك الله شدتني الدوخه فيها وصافي من بعد ما صورت لكم هادشي كامل وريتكم كل شيء وحنا نخرجوا مهم انا مازال كنوريكم في الحمام بلاتي وصافي احنا خرجنا مهم نتمنى نكون وريتكم داك الشيء كما خصو يدار نتوما راكم عارفين هادي اول مره كنبارطاجي معكم شي فيديو كنحاول نوريكم فيه ابارتمون دار يعني ما عنديش اكسبيريونس مي حاولت صافي هادي انا عاوتاني المرايه كل واحد فينا ركب في الطوموبيل مشينا طلعنا عاود صورت لكم الطريق بغيت نوريكم الطريق كيفاش دايره بالليل مي واخا ما بينوش مزيان المهم الطريق ديال عين السبع زوينه مي ما بينوش مزيان هنا كيبان لكم بنادم جالس كيف رقع في الميش وكيطرطق شوف انا دي شوف السما عرفتوا راه واحد المنظر واعر ديال بصح كان كيبان لك كانوا كيف رقعوا حتى هنايا المهم صافي مشينا عند خالتي فاتحه تعشينا معها هذه مرقب مرقه هذه دجاجه معمره بشعريه تفرقعت لها الشعريه المهم ما فهمتش هذيك واش مرقه ولا شعريه المهم كليناها بالخبز وكليناها بمعلقه وحق الله بنينه صافي من بعد ما خرجنا عاوتاني كلشي فرحان نتوما راكم كتعرفوا عرفتوا عيشوره تيعجبوني الاجواء ديالها الطريق كامله وحنا كنشوفوا في الطراطق هادو ايوا مشيت للدار انا كنت مشهيه الميش لقيت زايره شاريه الميش الانواع والاشكال ايوا قالت كتوريني هذه ديال هذه هذه ديال هذه المهم هذا راه الميش العادي هذه واحد اللعيبه كتقدر في الارض واو هذوك الصغيورين اللي بحال الرزيمات هذوك كيتفرقعوا بالرجلين كتحطها تحت رجلك كتورك عليها كتفرقع هادو كيشعلوا المهم انتم غادي تشوفوا كل حاجه وكيفاش دايره انا بغيت نشرح لكم حتى ما عرفتش هنا مالك شديتها بقيت كنهرب فيها شوفي كيفاش ضحك ضحكت ليا هادسي عرفت البارح سخفت بالضحك وديجا كنت عارفه انا غادي نخرج وفرحات عزيز عليها الخروج ايوا صافي من بعد ما شبعت ما ضحك وحنا نهبطوا في الدروج هابطين كنتجاري وباغي نفرقعوا الميش راه دابا هاد الوقيته اللي تندير في هاد الفيديو راه باقي لي 12 ديال الليل راه الليل 12 ونص ديال الليل عرفتوا راه كان الليل وحنا يلاه هابطين باغي نجمعوا صافي هنا زهيره كتفرق عليهم كل واحد وشنو اختار المهم هادي اللعيبه اللي ما عرفت سميتها مي انا دابا غادي نشعلوا وغتشوفوها بدينا بملك هي الاولى ناديه اجي تشوفي ملك بدينا بملك هي الاولى شعلناها ليها هادي راه ماشي شي حاجه خطيره لا يعني راه كتشد في اليد وكتبقى تشعليها نتوما غادي نشوفوا زويونه زويونه حتى كتفب وحديتها شفتوا فواحد الدو زويون المهم ما عرفتش واش غادي نكمل لكم الهضره في هاد لي فوكال ولا لا حيتاش بغيتكم تشوفوا لي فيديو الاوريجينال كيفاش حنا كنهضروا مخلوعين وكذا المهم ما عرفتش واش غنكملهم ولا لا نور من تبس دوما هذه مازال
لا هنا ضروري نشرح لكم الوضع. شفتوني كيفاش انا مخلوعه من الميشه ومني ما تفرقعاتش. انا كنسحب لي منزل غتشد الوقت فاطمه الزهراء مشات كتجري ليها باغا تشوف علاش ما تفرقعاتش وخفت تطرد كلا على وجهها وانا نجره واحد الجره تبدات تتبكي. صافي هنا يعطيناها ميشه عاد باش سكتات. هذا شي قنبوله راه غير ميشه سرشاتي عرفنا ما يقدرش هذيك انت غنخبيها. بعيده شويه بعيده صايره لوحه شويه بعيده. سيري 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 اخلع 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 اصلا بعد 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 شغل زوينه شغل 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 انا ميشكم كامله قتلت الكلب بالخلعه. ثلاثة بينا وجي هون جي هنا زين. انا بقيت صافي انا مشيتك جد على سير 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 جوج دقة أربعة أربعة في دقة أربعة سير 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 بلاتي مالكم تجبطوا عندها شدها مزيان لاتي وي هاف ا سوبر هيرو امي ما غير ضربت ايوا انا امي مسكينه ما ديناهاش فيها ملي طرا لهاد البلان هذا راه عاود درت لكم جوج ديال الفيديو فيهم سلو موجن. حنا ديك الساعه مشينا كنجريو كنشوفو في الشعر ديالهم قلنا لا ويلي ويلي شوفوا فين وصل لها هذا الشيء. ايوا هنا كيقول لك ختامها مسك مسكينه صغيره هي اللي شرات لينا الميس صدقت نادمه تفرقعت لها ميس على يدها وشوفوا شنو وقع ليها. المهم اللي عنده شي فكره ولا شي طريقه تقدر تداوي ليها يدها دغيا دغيا خلي ليا في لي كومونتير. وهذا الشيء اللي كاين نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتمنى تكونوا فوجتوا معايا. ما تنساوش تكثروا لي لايك تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء الزوينين ديالكم. يلا موحى لكم كنبغيكم بزاف باي.